اهلا بيكم مشاهدي بوابه اخبار اليوم ونشره فنيه جديده. اول خبر هيكون معانا النهارده عن مسلسل ام الصابرين. انتهت ازمه مسلسل ام الصابرين باصدار قرار سيد خطاب رئيس جهاز الرقابه على المسلسلات الفنيه باستكمال تصوير المسلسل، وهو متاخر مسلسل ميك اب بسبب وجود مشاكل مع ورثه زينب الغزالي وهي بتدور حولها احداث المسلسل. المسلسل اللي بطولة رانيا محمود ياسين وطارق الدسوقي وجمال اسماعيل واحمد جابر، ومن تأليف احمد عاشور ومن اخراج احمد اسماعيل الحاج. وافق سيد خطاب على استكمال تصوير المسلسل بعد تأكده من الموقف القانوني للمؤلف احمد عاشور واشاد بجودة كتابة المسلسل وتنازل الحاجة زينب الغزالي عن قصة الحياة. المسلسل بيشرح حياة زينب الغزالي منذ مولدها حتى وفاتها، ودورها في الاتحاد النسائي مع هدى شعراوي، ودورها في تنظيم جامعه الاخوان المسلمين، وتوليها منصب رئيس جمعيه الاخوان. الفنانه رانيا محمود ياسين التي تجسد شخصيه زينب الغزالي صرحت لكاميرا اخبار اليوم وقالت: والله طبعا المسلسل لما اتعرض عليا انا كنت رايحه من دور تاني غير ده خالص، وكان المفروض ان الاستاذه اسر حكيم هي اللي هتعمل الدور، وبعدين الاستاذه اسر حكيم يعني قالوا لي لما وصلت ان هم نبلغتهم لانها مصره على اعتزالها يعني. فكنا بنتكلم وقلت لهم والله طب شوفوا، قالوا لي لا في اسماء مرشحه على فكره انت منهم وكده. فلما قالوا لي انت من الاسماء المرشحه وكده قلت لهم طب تمام يعني استقروا ردوا عليا. فقالوا لي لا ان شاء الله انت خلاص اللي هتعملي الموضوع، لان لقيت المخرج بيقول لي انت فيكي كتير قوي من شخصيه زينب الغزالي، وانا قاعده براقبك وانت بتتكلمي بنفس الحماسه بتاعتها ونفس الحيويه معاها وهي بتتكلم ونفس حركات الايدين، والى جانب يعني الروح والشكل الخارجي متقارب، مش الملامح ولكن الشكل الخارجي متقارب يعني. والخبر الثاني موجود معانا النهارده عن النجم فضل شاكر. بدا النجم فضل شاكر حفله في مهرجان الموازين بالدعاء على الرئيس السوري بشار الاسد، وطلب منه ان هو ان يؤمنوا خلفه الذي بلغ عددهم اكثر من 100,000. ترك النجم فضل شاكر منزل بنيويورك وانتقل العيش بقطر لتركه على بيت الدكتور. بدات الفنانه داليا البكري تصوير المشاهد الداخليه لمسلسلها رمل تميم في لوكيشن الشيخ ريد فانتري باحدى الاستديوهات بطريق مصر اسكندريه الصحراء. بتدور احداث المسلسل حول فتاه اسمها نجيه، وهي اللي بتقوم بدورها الغيب، وفتاه اخرى اسمها فاطمه واللي بتقوم بدورها داليا البحيري. بتربطهم صداقه قويه نظيره تربيتهم في دار ايتام. هيفاجئ احمد حلمي جمهور في رمضان القادم بالبرنامج الجديد اسمه سيفن ستار، وهو برنامج ستاند اب كوميدي سوف يعرض على مسرح، وهتكون مدة كل حلقة ساعة ونص. هيناقش أحمد حلمي كل حلقة قضية معينة، وبعد العرض هيناقش القضية مع أحد الفنانين هيقول خطيبته، ومن الفنانين اللي مقترح خطيبتهم في البرنامج عادل إمام وأشرف عبد الباقي وكريم عبد العزيز. البرنامج بيبدأ من أحمد حلمي ومن إخراج خالد جلال. وآخر خبر هيكون معانا النهارده عن الفنانة الراحلة وردة الجزائري. صحت الفنانة وردة الجزائري عن عمر 73 عاما وزيرة التأدية بمنزلها في المنزل. توافى عدد كبير من الإعلاميين والفنانين على مسجد صلاح الدين بالمنيل لحضور صلاة الجنازة على الفنانة راحلة ورد، وكانت قدمته السفير الجزائري نظير الغرباوي ومحمود ياسين وسامح السريتي ولبلبة والمنتج محسن جيل. وإلى هنا انتهت نشرتنا الفنية، كانت معكم مي عبد العزيز من بوابة أخبار اليوم.